موقع الحق والضلال، موقع لكل المصريين. مالك مكتبي وعلى موقع البرنامج الإلكتروني. ميرنا، مساء الخير ميرنا. ميرنا، حلقة الليلة بتسلط ضوء على علاقات متوترة بين الأم وبنتها. لوين وصلت العلاقة بينك وبين أمك؟ جفا كتير قوي. كتير بعاد عن بعض. لأي حادثة وصلت؟ الخيانة، لما الأم بتخرب بيت بنتها، بتاخد عريس بنتها. يعني أنا كنت على باب زواج وهي حبت هذا الشخص وأخذته. عم بتقولي أمك أخذت عريسي؟ هيدول تكهنات؟ لا أو لا واقع، وشفت هذا الواقع. ما كنت قبل فكر بهذا الشيء إنه ممكن يصير. قلتي لي واقع، كيف شفتي هالواقع؟ شفته بعيوني، شفتهم اثنيناتهم. أمك وخطيبك؟ قبل قد ايه من زواجك اكتشفتي خيانة أمك؟ سبعة ثمانية أيام كنت جاهزة إني أنقل على بيتي، شفتهم مع بعضهم. شو صار؟ هو عم يبعدني عن البيت، ما بده إياني أنا أجي على البيت، إنه ما عرفت ليش. فقلت أنا بدي روح، ما بعرف في شيء. قال لي روحي. ليه كان عم بقول لك ما تروحي على البيت؟ عشان هي بدها تكون بالبيت. قال لي ما تروحي، إنه أنا مش بالبيت، أنا طالع على جنوب، ما في حدا، شو تروحي تعملي؟ بتضلي بالبيت وبرات البيت هيدا ما بتضاري. أي بيت؟ بيت الزوجة؟ لا، بيت أهلي، إنه أنا ما أظهر من البيت، بروح لا أروح على بيتي اللي أنا عم جهزه، ولا أظهر برات البيت نهائياً. ليطلع هو ويرجع. وليه أنت رحتي؟ ما بعرف نهارا ليش رحت، بس بعرف إني رحت، صممت إني روح. ما كنت أعرف ليش. وصلت ورحت تحت. وشفت السيارة تحت، لما شفتها قلت خلص بدي أطلع، إنه شوف ليش، إنه قال لي ما تجي، إنه لما هو هون ليه ما بده إياني أجي. وطلعت فتحت الباب وفت لجوا وفت على أوضة النوم وشفتهم مع بعضهم. كانوا بغرفتكم، غرفة زوجية؟ إيه، أنا البيت اللي أنا بعد ما فت عليه، يعني فستاني معلق اللي كنت أنا بدي ألبسه. فستان العرس؟ حتى الفستان ما ذكرها فيي، ما في شيء ذكرها فيني أبدا. فكرت بنفسها، ايه هيك فكرت، فكرت بحالها. لما شفتي هيك مشهد قدامك قدرتي تحكي؟ قدروا يحكوا؟ لا ما قدرت احكي، انا ما قدرت احكي شيء، وما عرفت حالي كيف هربت. هن حكيوا شيء؟ لا ما حكيوا شيء، ولا انا حكيت. ما كان عندي الجرأة اني احكي، بس قلت لهم وقتها انه هن اثنيناتهم ما بيهموني، وبعدت. كان صار لكم قد ايه خاطبين انت وياه؟ شيء قريب السنتين تقريبا. كان الزواج عن حب انت وياه، او زواج تقليدي مدبر؟ ما كان فيها الحب، يعني انا بعدين صرت اتعود عليه، صرت احبه لانه كان اكبر مني شوي، بس ما كان فيها الحب. وكانت امكانياته ووضعه المادي كتير منيح، يمكن هذا اللي شجعها، انه وضعه المادي كتير منيح، وهي انسانه بتحب ماديه، عندها حب المال، عندها حب السلطه. قبل ما احكي عن الام بدي احكي اول شيء عن خطيبك. كان في اي اشارات بتدل انه خطيبك مش مبسوط معك، انه خطيبك ما بده يكفي، انه في علاقه مع لا ولا مره كنت انتبه لهيك اشياء او حط ببالي انه ممكن نوصل لهي الامور. بس انا انه كنت انه لاحظ بالبيت مثلا انه هي مثلا بتلبس قصير، بتلبس هيك، انه اقول انه انا عايب مثلا، انه ما المفروض ينلبس قدامه هيك. بس ما كنت اخذ المواضيع لابعادها وتوصل لهون. يعني ليه برايك خانك؟ انا كنت وقتها ولد، يعني ما كنت واعي كثير، ويمكن هو بده شيء انا ما بقدر اعطيه، يمكن لاني كنت طفله وما كنت اعرف بكثير امور. كان اقرب لعمرك او لعمر امك؟ لا لعمرها. شو عطته هي وانت ما كنت تقدر تعطيه؟ كثير اشياء، يمكن لما كان يقعد معي كان يحس انه قاعد مع طفله، مع ولدي. قال لي مثلا شو بدك جيب لك؟ قال له بدي بيضه مثلا فيها لعبه، بدي اروح على الملاهي، بدي هيك. هذا كان تفكيري. بيك وين كان؟ انا لما جيت حكيته قال لي انا ما فيني اعمل له شيء، لانه ما فيني احكي معه، لانه هو كان كثير هيك انسان شفاف وبسيط، ما كان يقدر يحكي، ما كان يقدر يحكي بالشيء. كيف كانت علاقه امك ببيك؟ كمان قلت لك ضعيف الشخصيه هو كان كثير،
انه ما بيمون على شيء ولا اي شيء. انت كيف كانت علاقتك ببيك؟ كثير كثير حلوه كانت. هي يمكن العلاقه اللي كانت بيني وبينه هي يمكن اللي وصلت الموضوع لهون بيني وبينها. اوف. انه كان يشوفني، هي كانت كثير قاسيه على فكره، كانت ظالمه، كانت تضرب. كنت كثير صحبه انا وياه، اظهر انا وياه، اذا في مشوار حلو يقول لي انزلي ما تخلي حدا يحس عليكي، اذا بده يعطيني يجيب شيء يعطيني بالسرقه مشان هي ما تشوفني او تاخذهم مني مثلا. اي تداعيات لهالعلاقه المنيحه بينك وبين بيي كان على الام؟ ولد نوع من الغيره، انه هي حتصير هي كل شيء. حصير كل شيء انا بالبيت اذا بضل الوضع هيك. انه البي يسلمني كل شيء. قلتي بدايه في غيره. غيري من شو تحديدا؟ من كل شيء. من شو كنت بدها تغار من بنتها؟ من كل شيء بتغار، بتغار اول ما ببلش توعى، اول ما ببلش يصير جسمها حلو وتصير هي حلوه، اول ما ببلش تلبس وتظهر وتصير البقلة اللبس ويطلع عليها حلو او حدا يشوفها ويقول لها هذا الشيء حلو عليكي، لما بتصير تقدر مثلا تظهر مع رفقاتها يمكن هي ما تقدر تروح ما تقدر تجي. لما البي مثل بابا كان يعاملني منيح، كان يقول لي مثلا اي شيء بدي اياه ما كان يقول لي لا. انا انت بلشت احس انه هي بتغار اول ما بلشت هيك شوي اوعى واظهر واتعرف ويصير لي اصحاب. جيت على البيت كنت لابسه شورت، قالت لي انت لا ما تلبسي، انه انت ناصحه جسمك مش حلو بيلبسوا ضعاف، روحي شلحي عيب وما عيب. بلشت عيط فشلحته انا وعادي انه ما انه ام بتنبه على بنتها يعني. فلما رجعت لقيتها لبسته كثير تفاجأت، بعدين صرت اعرف، صرت افكر انه ليش هي هيك مستحلته وعجبها اخذته هي تلبسه. فهي من النوع كتير، انا ما بعرف، عم لاحظ انه كل الناس حتى هي ما بدهم يكبروا، الاميات ما بدهم يعترفوا انه هني عم يكبروا، ما بدهم يعترفوا انه هني عن جد كبروا، انه هني عن جد اولادهم تجوزوا، انه هني عن جد صاروا، انه هي صارت تيتا صار عندها اولاد، ما بدهم يعترفوا. بعضهم بيروحوا بدهم يضبطوا حالهم وبدهم يشدوا جسمهم وبدهم يلبسوا وبدهم يتزنطروا وما بدهم يقولوا انه فلان بنتي. تستحي تقول انه فلانه بنتي، بسالها عن عمرها بكون عمرها 60 بتقول عمري 40. ما بدهم يكبروا، ما متقبلين فكره انه هن يكبروا. اذا بدي ارجع على الحادثه اللي صارت، هي كانت فقط امراه عم بتعبي فراغ رجل مش موجود بالنسبه لها، يعني بيك، او كان هدفها بنتها وانت واذيتك انت تحديدا؟ يمكن يكون عندها اثنين، يمكن يكونوا اثنيناتهم، انه هو عجبها من ميلي وبدها تعبي الفراغ، ومن ميلي تاني انه هو وضعه منيح يمكن بكره تعيش احسن مني وتصير احسن مني، لا ما بدي خليها، لانه هو كان وضعه المادي كثير منيح. هلا هي اكثر من انه تكسرني ما فيها تعمل شيء. بس هي ما قدرت تعمل هيك. لانه ما في شيء بيقدر يكسرني، ما حتهمني لا هي ولا هو. ابدا ما حيهموني، اعتبرته الناس مش موجودين بحياتي، ما لهم وجود. ومش ناس مثل هول بدهم ياثروا فيه ووقفوا حياتي. صارت حادثه اوكي، مرات بتضايق، مرات بتعب نفسيا يعني. في مرات بتجي بتقطع علي مراحل كثير بتعب، لما بيجي مثلا عيد الام انا ما بحب اعود اظهر لبرا. مشان ما في شيء يذكرني بهذه المناسبه. تحقد عليها؟ او سامحتيها؟ لا ما لا ولا مره سامحتها ولا مره حنقدر نكون ام وبنتها لو قد ما مرق الزمن يعني قد ما قطع. ولا ما فيها بتقدر، في اشياء ما بتقدر تسامح فيها. بس انا بقول يمكن لو الله بعث لي زلمه غير هيك، لانه جوزي كثير منيح، يمكن ايه كنت حاقعد عليها وحاتمنى لها الاذى لو كان جوزي مش منيح. عدتوا والتقيتوا انت وياها؟ ايه. حكيتيها بالحادثه؟ لا بس هي عرفت انه انا ما بدي اسلم عليها، والتقيت انا وياها فما عم تسلمت عليها ابدا. اي حوار دار بيناتكم؟ ما دار بيناتنا ولا حوار، لانه قعدت وفلت وما حكيت ابدا معها ولا اي كلمه. ما في شيء، ما في حوار، ما في شيء بدور بيني وبينها لا هلا ولا بعدين. بس خلص تعلمت منها درس، درسين مش درس واحد، كيف عامل بنتي وصغري بالمستقبل وكيف عامل جوزي. يعني اللي كنت شوفه كيف بابا كان يتعامل فيه انا هلا ما بعامله لجوزي. وبنتي بكره بس تكبر تعلمت كيف بدي احافظ عليها وعلى خطيبها وعلى جوزها ان شاء الله. هي كثير خسرت. لانه هو ما حياخذها. هو ما حياخذها. وبعد هالشيء حيحتكرها ما حيقعد يحترمها، وخسرت بنتها. خسرت كثير، انا خسرت شخص ما بيعني لي، كل بنت بتخطبه بتترك. في اشياء بتتعوض.
وعلاقتها مع خطيبك كانت علاقة عابرة وانتهت هون؟ أكيد 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 بدها تنتهي، لأنه أكيد ما في شاب حيحب مرة قد من جيل أخته أو من جيل أمه أو وأنا بالنسبة لي كان بالعكس مبروك عليهم يتهموا ببعضهم. أنا بقول إنه الله بحبني، لو ما بحبني كان بلاني أكتر بقصة أكتر، كان يمكن صار عندي منه أولاد لأكتشف هيدا الموضوع، كنت بدي يصير التزم فيه بولادي، بس الحمد لله اللي كانت على الأول. كل واحد راح بحاله، بس أكيد هي أكتر شخص خسراني. شكرا لك ميرنا. مرسي.